أكد رئيس بعثة مملكة البحرين للحج الشيخ عدنان القطان أن البعثة تحظى بدعم حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وبمتابعة مستمرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأشاد القطان بالخدمات الجليلة والجهود الجبارة التي تقدمها المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وبدعم ولي العهد السعودي خدمة لحجاج بيت الله الحرام، كما أثنى على دور لجنة الحج العليا ووزارة الحج السعودية، مؤكدا أن مملكة البحرين تضع على الدوام يدها بالأيدي السعودية توعية وتنظيما ورعاية من أجل موسم حج ناجح وآمن في كل عام. جاء ذلك خلال اللقاء السنوي الذي جمع رؤساء بعثات الحج والوفود المرافقة لهم من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث أكد رئيس بعثة مملكة البحرين للحج أن هذه اللقاءات تتيح فرصة تبادل المشورة والخبرة والتجارب في أمور الحج، بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات لحجاج دول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن هذا اللقاء السنوي المتكرر يؤكد أن بعثات الحج الخليجية ما هي إلا بعثة واحدة ذات وجهات متعددة. طبعا نشكر بعثة الحج الكويتية ودعوتها الكريمة لعقد مثل هذا الاجتماع السنوي الذي نلتقي مع رؤساء بعثات دول مجلس التعاون الخليجي من أجل التباحث والتشاور والتعاون وعرض التجارب، كل يعرض تجربته في وعمله الميداني في بعثة الحج التي ينتمي إليها. استفدنا حقيقة كثيرا من هذا الاجتماع الذي تم فيه عرض الإشكاليات أو المشاكل التي قد تعترض الحجاج، ونسعى إن شاء الله لحلها وإيجاد حلول لها. طبعا بهذه المناسبة يعني أيضا أشكر المملكة العربية السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وحكومتهم الرشيدة على ما يقدمون حقيقة من خدمات جليلة سنويا نجدها، وهذا التطور البديع الذي نجده في الخدمة المقدمة للحجاج من أجل التيسير عليهم لكي يؤدوا حجهم بكل يسر واطمئنان. تعرفون هذه الاجتماعات الأخوية والملتقى السنوي في تبادل الخبرات بين البعثات وأيضا الحملات الحج المختلفة بين دول الخليج، والتعاون في هذا المجال لتبادل الخبرات وحل المشكلات التي تواجه حملات الحج والبعثات الرئيسية. من أهم التحديات اليوم الكل بيتحول إلى النظام الرقمي، سواء في توزيع الحصص والخدمات والأهداف اللي مرجوة منها، من يطلع الحاج من البلد إلى أن يتم جميع مناسك الحج إلى عودته بالبلد، نحاول نكون إن شاء الله بيسر، والتحول الرقمي يكون أحد الوسائل الرئيسية في هذا المجال. الحمد لله حكومة خادم الحرمين الشريفين بارك الله فيها بالنظام الجديد وتصريح بلا الحج بلا تصريح، هذا كان من أهم النقاط اللي حافظت على عدد الحجاج وعدم مخالفة الأوامر، مما ساعد على سهولة دخول الحجاج من كل البلاد الإسلامية وتحركاتها داخل مكة المكرمة. فالإجراءات اللي تقوم فيها حكومة خادم الحرمين الشريفين إجراءات لتسهيل العمل لجميع الحجاج، مما يساعد في تنقلهم لجميع المشاعر، وهذا الشيء نفتخر فيه كمسلمين في هذا البلد المبارك.